شكرا دكتور خالد. في الحقيقة أنا شاكر جدا على المقدمة اللي حضرتك قلتها لي. I hope إن أنا أكون أستحق جزء منها يعني. أنا في غاية السعادة إن أنا موجود مع حضراتكم، وإن أنا بشوف إن في صرح طبي كبير موجود هنا في الفيوم، وده حاجة جميلة جدا. I hope إن يبقى ليه impact واضح جدا على life of the patients في الفيوم. واضح إن في مجهود ضخم اتبذل، وأنا سعيد إن أنا أكون موجود جزء من هذا الاحتفال اللي إحنا هنبتديه. مش هناخد وقت طويل. الانترستو حاضر. في حاجة غير بيها ولا؟ اوكي. مشكلتنا في الهارت فيلير هي ان في 50% من العيانين بيموتوا في خلال 5 سنين. ده بالنسبة لنا تقدم ضخم جدا، لأن كنا قبل كده كان 25% بس من العيانين اللي بيعيشوا سنتين. فاحنا دلوقتي 50% بيعيشوا 5 سنين، ده تقدم ضخم جدا. أنا بقول قبل كده ده كان أيام ما أنا كنت نايب من 5 سنين فاتت يعني. إنما 50% من العيانين دلوقتي بيموتوا خلال 5 سنين. الهارت فيلير هو البرايمري كوز اوف هوسبيتاليزيشن في العيانين اللي سنهم 65 سنه او اكثر. والاهم من كده ان 3/4 العيانين اللي عندهم هارت فيلير they usually struggle to have their life being done. بيعانوا علشان انهم يقضوا اليوم بتاعهم كويس. الهوسبيتاليزيشن بتكون 70% من الكوست بتاعت الهارت فيلير. يبقى احنا عندنا مشكلتين او 3 مشاكل كبيره في الهارت فيلير. المشكله الاولانيه العيانين بيموتوا، المشكله الثانيه الهوسبيتاليزيشن، المشكله الثالثه ان الكواليتي اوف لايف اوف ذيس بيشنتس از بور. عندنا 3 انواع من الهارت فيلير، بس هم الهارت فيلير بيتشخص اساسا بالساينز اند سيمبتومز اوف هارت فيلير. ساينز وسيمبتومز دي الطريقه اللي بنشخص بيها الهارت فيلير. ما بنشخصش الهارت فيلير بالايكو ابدا. اللي بيشخص الهارت فيلير ساينز اند سيمبتومز. السيمبتومز ان العيان يكون بينهج، بيجي له بروكسيسم النكتورنال ديسنيا، عنده رجليه بتورم، دولت كلهم سيمبتومز اوف هارت فيلير. ساينز اوف هارت فيلير مهمين قوي. هنلاقي ديما اللور ليمز، هنلاقي كونجستيف بالسيتنج ليفر، هنلاقي elevated jugular venous pressure، هنسمع S3 على الهارت، هنلاقي bilateral basal rats. ديت signs of heart failure. يبقى لما الاقي signs and health and symptoms of heart failure، العيان ده عنده heart failure. طب الايكو هيعمل لي ايه؟ هيقول لي نوع الهارت فيلير. لو كان الاجكشن فراكشن تحت ال 40 يبقى العيان ده عنده ejection fraction with reduced ejection fraction. انا اسف، عنده heart failure with reduced ejection fraction. لو كان ما بين 40 و50 يبقى ده heart failure with middle range او medium range ejection fraction. لو كان عنده ejection fraction فوق ال 50% ده heart failure with preserved ejection fraction. ال heart failure with reduced ejection fraction يمثل 50% من الهارت فيلير. ال 50% التانيين ميديوم رينج اند بريزرفد اجكشن فراكشن. لغايه سنه 2014 كان في بريك ثروز حصلت في التريتمنت اوف هارت فيلير. اول بريك ثرو كان استخدام الاس انهيبيتورز. تاني بريك ثرو كان استخدام البيتا بلوكرز. تالت بريك ثرو كان استخدام المينرالوكورتيكويد ريسبتور انتاجونست اللي هم الالداكتون اند
للنوم. طيب دولت عملوا ايه؟ غيروا لنا الباترن بتاع البيشنتس، السيمبتومز بتاعتهم اتحسنت، هوسبيتاليزيشن قلت، الهارت فيلير المورتاليتي قلت، كل ده اتحسن. انما ستيل كان عندنا ريزيديوال ديزيز، ريزيديوال ريسك فور ذيس بيشنتس عاليه جدا، لغايه ما في 2014 جت لنا البارادايم ترايل. البارادايم عملت فوق التريتمنت العظيم اللي كان موجود ده، عملت بريك ثرو انها قللت لنا الهوسبيتاليزيشن فور هارت فيلير اند ريسك اوف كارديوفاسكولار ديث، قللته 21%، قللته 20%، 20% كمان كارديوفاسكولار ديث ريدكشن، 21% هوسبيتاليزيشن. انما اللي كانت بريك ثرو حقيقي ان في 16% ريدكشن في الاول كوز مورتاليتي، ده فوق كل التريتمنت اللي كان بيستخدم، كل حاجه كانت بتستخدم، ايس انهيبيتورز اي ار او اي ار بيز، بيتا بلوكرز، مينرال كورتيكويد انتاجونست، سي ار تي، اي سي ديز، كل حاجه كانت بتستخدم. وعلى الرغم من كده قدر الانترست ان هو يقلل الاول كوز مورتاليتي 16%. مش بس بقى الهوسبيتاليزيشن والمورتاليتي قالوا، لا ده كواليتي اوف لايف كمان كانت مختلفه. ده كواليتي اوف لايف بتاعت العيانين اللي كان عندهم انترست فضلت بيتر ذان البيز لاين طول الوقت الدراسه اللي هي طولها 4 سنين. في حين ان العيانين اللي كانوا بياخدوا كل التريتمنت انكلودنج انالابريل دولت الكواليتي اوف لايف بتاعتهم ستيدلي ديكريز طول ال4 سنين. لو احنا بصينا على الكيرف اللي هنا ده هنلاقي ان مع السن الكواليتي اوف لايف بتقل. ده الكواليتي اوف لايف بتاع العيانين اللي كانوا بياخدوا الكونفشنال تريتمنت انكلودنج انالابريل. انما ده الانترست الفرق ما بين الاثنين ات اني ايج 10 سنين. يعني الكواليتي اوف لايف بتاعه العيانين اللي بياخدوا انترستو كانوا زيهم زي ما يكون عيان تاني عنده هارت فيلير برضه بس سنه اقل 10 سنين. طب نتج عن هذا ماذا؟ نتج عن هذا ان الجايد لاينز اتغيرت. احنا قلنا البرادايم في 2014 في 2016 الجايد لاينز اتغيرت، قالوا نستخدم اس ان هيبيتور الاول بعدين بيتا بلوكر، بعد كده لو العيان سيمبتوماتيك نحط من الريلاتورتكويد انتاجونست، لو العيان ستيل سيمبتوماتيك نحط الانتريستو. ده في 2016. 2021 الكلام اتغير تماما، قال لك نبتدي من اول لحظه اس ان هيبيتورز او ارني من الاول، حط الانترستو اول خطوه هو والبيتا بلوكر والام ار اي والدباجليفلوزن امباجليفلوزن، وممكن نزود لو ديوريتكس لو كان في فلويد ريتنشن. النقطه المهمه ان هنا حاطين الاس ان هيبيتورز والارني ات ذا سيم ليفل. لو تقدر تدي ارني ادي اللي هو الانترستو، ما تقدرش ادي اس ان هيبيتور. الامريكان قالوا نفس الكلام من الاول خالص، حط ارني، اللي انت ما انتش قادر تديله الارني حط اس ان هيبيتورز او اي ار بي زائد الاربعه التانيين بيتا بلوكرز ام ار اي اس جي ال تي 2 اللي هم الدبا او الامبا وديوريتكس لو كان فلويد لود. وهنا قالوا ستيتمنت مهمه جدا ان انت لو انت عندك عيان على الانترستو وما انتش قادر تديله انترستو في الحاله دي اديله اس ان هيبيتورز او اي ار بي، وده هيبقى فيه هاي ايكونوميك بنفيتس. ليه؟ لان انا ندي دواء احسن ما مديش خالص. بس ده لو انا مش قادر اكمل على الارض. انما النقطه الثانيه بقى لو انا عيان اوريدي على الاس ان هيبيتورز
لما غيروا للأرني في better economic benefits، يعني ان انا استخدم الدواء الاغلى ده more beneficial economically عن ان انا استخدم الACE inhibitors او statement. لا انا لسه ليا خمس دقائق، لسه ليا خمس دقائق. اوكي الترانزيشن التو ترايلز دول طلعوا قالوا ان في الاكيوت هارت فيلير ينفع ان احنا نستخدم الاس انهبيتورز الانتريستو قبل ما نطلع العيان من المستشفى، وان ان احنا ابتيتريت العيان ده فيري سيف، ان انا ابتيتريتد لدرجه ان 90% من العيانين قدر ان احنا نوصل لدوز من الانتريستو في العشر اسابيع الاولانيه. كمان في البايونير نفس القصه حصلت، ان انت في الاكيوت هارت فيلير كانت الري هوسبلايزيشن كان ماتش ليس لما استخدمنا الانتريستو. بس لازم يبقى العيان ستابلايزد، يعني ضغطه اكتر من 100 وما هواش على انوتروبكس ولا ليفازوليترز ولا دايوريتكس. ده عن طريق ايه؟ عن طريق ان الاجكشن فراكشن بتاع العيانين كان بيتحسن، الانترستوليك فوليوم بتاعهم بيتحسن والانسستوليك فوليوم بيقل، وان في العيانين اللي كان عندهم هارت فيلير لاول مره هم دول اكتر ناس استفادوا، ان الاجكشن فراكشن بتاعهم في خلال سنه اتحسن 13%. ديت العيانين دول الدنوفو لاول مره يبقى عنده هارت فيلير، بعد كده بيبقى اوت بيشنت، بعد كده بيبقى كرونيك ديكلاين، وبعد كده بيبقى هوسبيتالايزد. كل دول بيتحسنوا بالانترست. حتى في العيانين بقى اللي ما عندهمش لو اجكشن فراكشن، الميدل رينج والهاي رينج والبرزرفد، الاثنين دول كان عندهم خدوا الابروفل، الانترستو خد الابروفل فور ذا يوز، مش بس في الادلت انما كمان في البيدياتريك. كل شركات التامين الخاصه بقت بتكفر الانترستو لانه كوست افكتيف بالنسبه لهم. في 2019 الانترستو بقى موجود في التامين الصحي، وكمان ان نوفارتس عملت البيشنت سبورت بروجرام اللي بيدي حوالي 25% ريدكشن في البرايس. سنه 2020 الانترستو بقى افيلبل في نفقه في الشراء الموحد، وفي 2021 بقى كمان في العلاج مرضى